السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم بمكونين اتنين بس. هنحتاج كريمة حلويات سائلة وحليب مكثف محلى. كمية الكريمة هتكون ضعف كمية الحليب المكثف. لكل 100 جرام من الكريمة 50 جرام من الحليب المكثف المحلى. انا هنا استخدمت 2 كوباية من الكريمة وهستخدم 1 كوباية من الحليب المكثف. هنخلطهم مع بعض ونحاول ما نضربش كتير علشان الكريمة بتاعتنا ما تفصلش. انا هستخدم الفانيليا كنكهة اساسية في الايس كريم بتاعي. هنلاحظ ان كمية الكريمة بتاعتنا تضاعفت وده القوام اللي احنا محتاجينه للايس كريم. انا هنا هستخدم كيس الحلواني وده الوش اللي انا هستخدمه للايس كريم بتاعي. انا حبيت الايس كريم المره دي يكون زي الايس كريم اللي بنجيبه من الماشين. ايس كريم ناعم وقوامه مثالي وان شاء الله هيعجبكم. دلوقتي هندخله الفريزر. بعد 4 ساعات بيكون ده شكل الايس كريم. انا حطيت تلج حواليه علشان ما يفكش معايا. انا هستخدم الصوصات دي المره دي للايس كريم. تقدروا تستخدموا اي طعم انتوا بتحبوه. انا استخدمت المره دي صوصات جاهزه. استخدمنا توت وفراوله وشوكولاته. الايس كريم صعب شوية في التعامل لانه متلج، لكن بالراحة واحدة واحدة وباي حاجة يكون ليها طرف مدبب. وهعمل فتحة صغيرة في الايس كريم بتاعي وهرجع اضيف كمية من الصوص اللي انا استخدمته في الاول علشان اعزز الطعم بتاعي. تقدروا تستخدموا اي حاجة انتوا بتحبوها، اوريو، كيت كات، لوتس، اي فواكه فروزن موجودة في البيت. ايس كريم ناعم ومظبوط ومثالي واحلى من ايس كريم ميك. ودلوقتي حصل هجوم مش قدرنا نسيطر على الباقي. دي الكمية اللي فضلت معانا. تاني يوم بعد 24 ساعة في الفريزر قوامه متماسك اكتر. الطعم ولا اروع. هتدوقوا وتقولوا يا السلام. جربوه وان شاء الله يعجبكم ويعجب اولادكم في البيت. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.